الرحمن الرحيم. أهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا وحلقة جديدة من اسأل مع دعاء. سيدنا داود عليه السلام لما كان بيدعي ربنا سبحانه وتعالى كان بيقول يا رازق البغاث. فناس كتير ممكن ما تعرفش ايه هو البغاث ده. البغاث هو أضعف أنواع الطير. هو مين؟ هو ابن الغراب. كان في مثل عربي شهير كان العرب بيقولوه لما يعني يحبوا يوصفوا ان البلد حالها ضعيف شويه، فكانوا يقولوا ان البغاث بارضنا يستنسر، يعني من شده ضعفنا احنا البغاث بقى بيعمل فيها نسر قدامنا. حكايه البغاث ايه بقى؟ انه اول ما بيضه الغراب بتنشق بيخرج منها البغاث اللي هو فرخ الغراب الصغير ده او الكتكوت يعني، ف بيكون غير ريش وجلده لونه أبيض شديد البياض. فأمه الغرابة بتشوفه مش بتعرفه، مش بتفهمين إيه ده؟ ده ابني إزاي؟ ده مش ابنها، لأنه مش شبهها ولونه مش أسود زيها، فبالتالي لا بتراعيه ولا بتأكله ولا بتيجي ناحيته، وهو يعني لا حول ولا قوة إلا بالله بيكون أضعف أنواع الطير على وش الأرض، ولو فضل يوم واحد بس من غير أكل ممكن يموت. فيقوم ربنا سبحانه وتعالى يسوق لي حشرات صغيرة جدا يعرف يأكلها لحد ما يكبر شوية بشوية ويبدأ الريش الأسود يطلع له، فأمه تبدأ تتعرف عليه وتبدأ تراعيه. عشان كده ورد في بعض الأدعية يا رازق البغاث في عشه. الرازق هو اسم من أسماء الله الحسنى اللي فيه تفاصيل كتيرة هنعرفها مع فضيلة الشيخ محمد أبو بكر من أئمة وزارة الأوقاف. إزاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ سلمك الله من كل سوء ومكروه، حياك الله وبياك وجعل الجنة مسوانا ومسواك ومسوى المشاهدين الكرام. قولي آمين. آمين يا رب العالمين. الحمد لله الذي تقدست أسماؤه وتعاظمت صفاته وتسامت أقواله وأفعاله، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، إله العالمين الموجود في كل مكان وزمان، المحمود بكل لسان وبيان، لا فوز إلا في طاعته ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار لرحمته، إذا أطيع شكر وإذا عصي تاب وغفر. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي عرفه ربه أسرار أسمائه وأشرق على قلبه بأنوار صفاته، اختصه ربه بمقام الحب فكان خير الموحدين والحامدين والمسبحين وإمام الراكعين وقدوة الساجدين وأعرف الخلق بجلال رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، كلما تضو مسك وفاح، وكلما غرض حمام وصاح، وكلما شدى بلبل وناح، وعلى آله وصحبه أهل الهدى والفلاح وبعد. اسم الرازق ولا الرزاق؟ هو في فرق؟ طبعا، فالرزاق يرزق جميع الناس. والرازق يرزق صنفا من الناس محددا، ولذلك قالوا الرزاق بالتشديد أعم من الرازق. وخلي بالك قبل ما نتكلم على معنى الاسم، مهم جدا والناس بتسمع كلمة الرزاق أو الرازق أن تدرك أنه ليس كل الرزق مالا، وأن صحيح. هناك رزق للأبدان وهناك رزق للأرواح. مش كده ولا إيه؟ صحيح. طيب قبل برضك ما أقولك المعنى، فكرتيني بقصة جابها الإمام الفخر الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب عن سيدنا موسى عليه السلام. بيقول سيدنا موسى لما جه هنا مصر في عند جبل الطور تعلق قلبه بأهله، فانشغل قلبه بأهله عن ربه، وانشغل قلبه بإصلاح حال أهله، أصبح مسؤول عن عيلة وأصبح مسؤول عن بيت وزوجة، فأصبح منشغل برزقهم وبتهيئة حالهم وبإصلاح شأنهم. فأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك على صخرة، فضرب بعصاه فانفلقت الصخرة إلى فلقتين فوجد فيها صخرة ثانية، فأوحى الله إليه أن اضرب على تلك الصخرة فانفلقت الصخرة الثانية إلى فلقتين فخرجت منها صخرة ثالثة، فأوحى الله إليه أن اضرب عليها فضرب عليها فانفلقت فلقتين فأخرج منها في يعني خرج منها صخرة ثالثة، فوجد في الصخرة الثالثة دودة صغيرة في فمها شيء كالذر، في بقها حاجة إيه يعني صغننة قوي،
فرفع الله الحجب عن سمع موسى عليه السلام حتى يسمع ما تقول هذه الدودة. فالدودة بتقول ايه بقى؟ خلي بالك قالت ايه وهي سيدنا موسى سمعها، بتقول ايه؟ الحمد لله الذي رآني في مكاني وسمع كلامي وساق إلي رزقي ولا ينساني. فسيدنا موسى سجد لله معتذرا، سمع الدودة وهي جوه كم صخرة؟ ثلاثة. ومع هذا الله يعلم مكانها، مطلع على سرها، يسمع كلامها ويسمع دبيبها ويعطيها الرزق ولا ينساها. محتاجين يبقى عندنا أدب النملة. النملة سيدنا سليمان سألها كم تطعمين في العام؟ قالت أطعم سنبلتان. فجاء بها ووضعها في إزازة صغيرة وحط لها السنبلتين، وبعد سنة فتح لها كلت واحدة وأبقت الأخرى. فقال لها تكذبين على نبي الله؟ قالت والله لا نعرف الكذب. قال لها مش أنت قلتي آكل سنبلتان؟ قالت نعم، كنت آكل سنبلتان باطمئنان يا سليمان يوم كان رزقي على الواحد الديان. فلما علمت أن رزقي على سليمان خفت أن ينساني سليمان. ولذلك لما تبص في آية الرزق في القرآن تلاقي عجيبة قوي. اسمعي كده ربنا يقول إيه؟ الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. تأملي كده، الله لطيف. يعني لطيف؟ يعني رحيم. أعلى من الرحمة اللطف. يعني إيه؟ يعني يرزق من عصاه قبل من أطاعه، ويرزق من تمرد على السجود له قبل من سجد. ولذلك من معاني بقى اسم الرازق هو الذي تكفل بأرزاق العباد وقوتهم، وهو الذي كتب لهم الأرزاق وقدر لهم المقادير وتكفل بأرزاقهم على الرغم من عصيانهم، وإن نسوه في الطاعة لا ينساهم في الرزق، ولا يحتاج إلى من يرزقه، ويحتاج الجميع إليه ليرزقهم سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا يقول في كده في القرآن: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. يبقى القرآن الكريم ضمن لنا الرزق، والآية حضرتك قلت وفي السماء رزقكم وما توعدون وما توعدون. الفضيل بن عياض لما سمعها كده بكى، لأن بعديها على طول آية صعبة قوي: فورب السماء والأرض إنه لحق. فالرجل الأعرابي لما سمعه الفضيل بن عياض بكى. الفضيل بيقرأ وفي السماء رزقكم وما توعدون، وبعدين قال فورب السماء والأرض إنه لحق، فالأعرابي قال ويحك، من الذي غصب الإله حتى يقسم؟ مين اللي غصب ربنا عشان يحلف لنا إن الرزق مضمون؟ واحد دلوقتي يقول لك الحمد لله الشيخ قال لنا النهارده ان الرزق مضمون، لا هشتغل ولا هتعب واقعد في البيت والرزق مضمون. اقول له لا، ما هو الرزق مضمون باسباب. صليت على النبي. يعني ايه الرزق مضمون؟ خد بالك من دي قوي. لو بصيت في ايه جميله كلنا حافظينها، فكري فيها كده: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فهمت منها إيه؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فهمت منها إيه؟ دابة اللي هي بتمشي يعني؟ ها؟ تمشي في مناكبها. يعني لا يوجد رزق بغير دب. فمن دب في الأرض منح الرزق. طيب واحد تاني ممكن يقول لك، رد بقى على واحد حيك قلت اللي مش عايز يشتغل وعايز الرزق. طب حد تاني ممكن يقول لك ايه؟ بتوع الصومال دول اللي بيموتوا من الجوع، فين رزقهم؟ فين رزقهم؟ ما هو انت هتدخليني في قضايا صعبه. بس حاضر. يعني رد اللي هو سيدنا الشيخ الغزالي رحمه الله عليه كان دايما يقول: اذا رايت فقيرا يمد يده في بلاد المسلمين فاعلم أن غنيا قد سرق زكاة ماله. صح كده، سيدنا الشيخ الغزالي كان يقول كده. ولو أننا طبقنا مبدأ التكافل والتراحم فيما بين الأفراد والجماعات والدول
لن تجد فقيرا يمد يده أبدا. سلي عمر بن عبد العزيز يوم أن خرجوا بزكاة المال فلم يجدوا من يأخذها، فأصدر عمر قرارا بأن من أراد الحج فنفقته في بيت مال المسلمين، كسر المال وفاض. فأصدر عمر القرار الثاني، أيما شاب أراد العفة فنفقت زواجه في بيت مال المسلمين، كسر المال وفاض. وبدأت القرارات تخرج من فم عمر. لماذا؟ لأن عمر أصلح ما بينه وبين الله، فأصلح الله ما بينه وبين الرعية. ففيش واحد النهاردة للأسف يا ست دعاء، أنت مش عارف، أنت مصرة مش عارف أعمل معك إيه. سؤال هو مطروح. النهاردة إحنا بنحتال على ربنا، بنحتال. تلاقي الاتصال، والحمد لله إن عفتيني من الاتصالات، قالوا في الأيام دي بالذات، ينفع عد الزكاة لابني؟ ينفع عد الزكاة لأختي؟ ينفع؟ أقول لك على حاجة، لا، في اتصالات بتيجي بتقول جوزي رافض يدي الزكاة. لا لا، سيبك من كده. واحدة من بارح بعتالي إن هي عايزة تطلع زكاة مال، ست مثيرة بصراحة، ربنا يبارك فيها، فعايزة تطلع زكاة المال بتاعتها تديها لمين؟ تديها لابنها عشان يشتري الشبكة، عشان يعف نفسه ويجيب لك معاني كده. سبحان الله العظيم، أمة بهذه الأخلاق ألا تنتظر منها الجوع والعراية؟ أمة بتخش على السوبر ماركت بتجيب لما تسمع في حظر وكأن القيامة بكرة. سبحان الله. إذن ربنا بينزل الرزق طبعًا لفلان طبعًا. في حد في النص بيقطع ويقوم واخده عن فلان، يقطع الرزق. في حد يسرق، يسرق يسرق الرزق، لكن يقطع على الطريق. ممكن يقطع الطريق، ممكن بيسرقه. يسرق الرزق، لكن ما حدش يقدر يقطع الرزق. ليه؟ لان الشاعر قال كده، بعد ما ينزل لا تعجلن فليس الرزق بالعجل، الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل، فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، لكنه خلق الإنسان من عجل. سيدنا الإمام مالك بن دينار قاعد فلقى قطة صغيرة، قط خطف حتة لحمة وجري. وخلي بالك القط عارف الحلال من الحرام زينا بالظبط. لما تديله حتة لحمة بمزاجك يقعد جنبك كده وفرد ايده ومزاجه كده وياكلها، ولما يسرق ياخدها ويجري. فسيدنا الإمام مالك تبع هذا القط، فوجد أن القط قد ترك قطعة اللحم على جحر، فخرج ثعبان الأعمى فالتقمها، فقال مالك: سبحان الله، سبحان الله. قالوا: فيما؟ أصحابه قالوا له: في إيه؟ قال: العداوة بين القط والثعبان على أشدها، ومع هذا يسوق الله الرزق للثعبان على يد من؟ على يد القط. أحد الناس الإمام إبراهيم بن أدهم بيقول: كنا جالسين نأكل في مائدة، فجي غراب بمناسبة الغراب فخطف رغيفا وجرى، فتتبعنا فإذا به يرمي به على عبد أسير مقيد، يرميه على فمه فيأكله. خلي بالك رزق ربنا لينا كلنا، لكن القضية إيه؟ خدي بالك، أنا عايز أسألك سؤال. واحد ما بيصليش إزاي يكتب له رزق؟ بيكتب له؟ لا، ما بيكتبش ليه رزق إلا بسبب تاني بقى. تعرف اللي ما بيصليش ده بيكتب له رزق إزاي؟ الملائكة ما بتكتبلوش رزق، الملائكة ما تقدرلوش رزق، إنما سبحان الملك، الملك الرزاق هو اللي بيرزقه بقى. خلي بالك، يمر على رجل صلى فيلقي عليه السلام فيرد عليه السلام، فيقول الله لملائكته: ارزقوه اكراما لمن القى عليه السلام او لمن رد عليه السلام. انما ربنا بيرزق كل طبعًا العالم، ربنا بيرزق الجميع، حتى غير المؤمنين وغير الجميع. بس انت ازاي تاكل من رزقه وانت ما بتعبدهوش؟ وده خلي بالك بقى، تعالي بصي اسباب الضيق والسعه في الرزق في القران الكريم. لما تيجي تبصي لاسباب الضيق تلاقي واحد ما بيصليش، فلازم يبقى عنده ضيق في الرزق. واحد يقول لك: استنى بقى، استنى استنى، ادم دخلت على اسباب الضيق، استنى، ده انا ليا جاري خمرجي واكل حقوق وبتاع نسوان وما بيصلي. اقول لك: خلي بالك، ده ما اسمهش رزق، ده اسمه ايه؟ اسمه فتنه. اسمه ايه؟ فتنه. خد بالك، يسوق الله له المال فتنه. يعني ايه يسوق الله له المال فتنه؟ لان الله يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت، لكن المؤمن يحصل له عمليه ايه؟ يحصل له عمليه تربيه، فيضيق عليه ايه؟ في الرزق. لما يضيق عليه في الرزق يعود الى الله، يهرع الى الله سبحانه وتعالى بالدعاء.
وخد بالك مش معنى ان انت فقير ان انت وحش ابدا. ده النبي صلى الله عليه وسلم يخش عليه سيدنا عمر وقد اثر الحصير في جنبه فيبكي سيدنا عمر، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخره؟ ها خلي بالك. طب اقول لك على حاجه في عجاله بسيطه قوي. النهارده الديب فريزر عندنا مليان والثلاجه مليانه، مش كده ولا ايه؟ وقاعدين نشتكي، قاعدين نشتكي. سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم الصحابه جعانين مش لاقين ياكلوا، ثلاث اربع ايام ما كلوش، فراحوا عند كذا صحابي ما فيش، راحوا عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما لقوش عند النبي اكل. فالمهم كلهم جه واحد من الصحابه ضيفهم، ضيفهم بايه بقى؟ المائده فيها ايه؟ حط شويه ميه بردوا كده زي القله دي، لما تحط فيها شويه ميه يسقعوا كده، ثم اعطى للصحابه فشربوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اداهم فشربوا، ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم بكى. قالوا: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الزوجة الصالحة رزق، الولد الطائع رزق، العلم رزق طبعا، الصحة رزق، الفهم رزق، الحكمة رزق، الصبر رزق، القرآن رزق، حسن الأخلاق رزق، كل دي أرزاق. لكن مشكلة الناس إنها بتبص لأقل الأرزاق اللي هي الإيه؟ المادة، الفلوس، لكن هو بصش للأرزاق الواسعة، ما بيبصش لرزق الله سبحانه وتعالى. ولذلك شوف ايه؟ يرزق من يشاء وهو القوي والعزيز. ليه ختم الايه كده؟ عشان يقول لك يا عبدي ما تخافش، انت رزقك هيوصلك، هيوصلك لانه لا يستطيع ان يمنعه احد. طيب لما يضيق الرزق بقى نصلي نصلي ونستغفر. خلي بالك ايه؟ الاستغفار طبعا اول حاجه الصلاه الاول الصلاه. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. فعقب بالرزق بعد الصلاة. فمن صلى فرجت عليه في رزقه. طيب والاستغفار ترزق. طيب وبعدين؟ وصلة الأرحام لها سر عجيب، والصدقة لها سر عجيب. صلة الأرحام دي لها سر عجيب، هي والصدقة في الأرزاق وإكرام اليتام. اسمعي كده: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. وعندنا عنوان واحنا في رمضان: عبدي انفق انفق عليك. عبدي انفق انفق عليك. الملك طالع يقول: اللهم اعطي ممسكا تلفا، واللي نازل يقول: اللهم اعطي منفقا خلفا خلفا. وافضل الرزق وافضل النفقه اللي تنفقها على اولادك، واللي تنفقها على اهل بيتك، واللي تنفقها على اقربائك. فبالله عليك من العار لما يكون جاري جعان، او اللي ساكن معايا في العماره مش قادر ما عندوش وانا ما بفكرش فيه. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن مين يا رسول الله؟ من يبيت شبعان وجاره ايه؟ جوعان. ازاي؟ فين الايمان؟ فين التراحم؟ فين التكافل؟ خد بالك، وقد يكون الرزق بسبب الرحمه. ترحم انسان فربنا يسوق إيه؟ يسوق إليك الرزق. لكن وأنت تتعامل مع الله الرزاق لابد وأن تضع كلمة ربنا قالها لسيدنا موسى في التوراة، خمس كلمات ربنا ختم التوراة بيه لسيدنا موسى. هقول لك كلمة واحدة، قال له: يا موسى لا تخف من فوات الرزق ما دام سلطاني لا يزول، وما دامت خزائني مملوءة، وسلطاني لا يزول أبدا وخزائني لا تنفذ أبدا. نورتي فضلت الشيخ، أنور الله قلبك بالإيمان ووجهك بالسعادة والاطمئنان. آمين يا رب. أنا وحضرتك والمشاهدين بشكرك شكرا جزيلا. فاصل قصير ونعود.
اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية. من احلى التعبيرات اللي سمعتها في وقت الحظر اننا صحيح حرمنا من المساجد لكن بيوتنا تحولت لمساجد، وصحيح حرمنا من اننا نصلي وراء الامام لكن كل اب في بيته بقى امام. والاحلى والاحلى انه فعل الخير زاد جدا في فتره الحظر، لانه كلما زاد الاحتياج كلما زاد فعل الخير. انا بيشرفني وبينورني دكتور سالم عبد الجليل وكيل وزاره الاوقاف الاسبق. ازاي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بيك وسهلا استاذه. حضرتك منورني. وايه راي حضرتك في فكره يعني المحنه دي تحولت لمنحه، وان احنا قدرنا نستغلها بشكل احسن وافضل من اللي ممكن الناس تكون متشائمه وبتقوله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. وبعد بحييك على الاستهلال ده، وفعلا المؤمن يستطيع في كل منحه، في كل محنه عفوا، ان يحولها الى 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 منحه. كل بليه يمكن ان يحولها الى عطيه لما يتعاطى معاها بالرضا، ولما يتعاطى معاها فوق الرضا كمان استشعار بان الله عز وجل ارحم به من امه. الله. فطبيعي ما دام هيجيب له حاجه اذا هي فيها خير. ودايما عندنا تعبير بنقوله مشايخنا من قديم بيعلمونا، ان المصائب حبلى بالخير. خليني اخذ من حضرتك الجمله اللي قلتيها، ان فعلا مساجدنا الان قد تكون مغلقه، لكن الحمد لله الرحمن بيوتنا مفتوحه. صحيح. تحولت الى مساجد. الاب جايز عمره ما صلى امام باولاده. صحيح. صار يصلي. تعجبني جدا يا استاذه بقى اما تلاقي ام بعتت تقول ينفع اصلي ورا ابني؟ فأم رد عليها طب عنده كم سنه؟ تقول لي 9 سنين. 8 سنوات وعايز يصلي امام ما دام يحسن الطهاره. صحيح. اهلا وسهلا. اذا ابنائنا مش بس يصلوا، ده بقى يصلوا يا اما. الازواج حتى يعني سيده كريمه حافظه القران ومعاها اجازه الله اكبر، وزوجها يعني ضعيف القراءه، قلت لها خليه يصلي وما تردهوش قوي علشان ما يملش. ما شاء الله. فاحنا تحولنا فعلا بفضل الله سبحانه وتعالى، انه الموضوع اتقلب الى خير. بقى في قرب من ربنا في الاسره بكاملها. صحيح. وده علاقه المؤمن بالبلاء، غير الانسان الذي لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى. اللي مش مؤمن بربنا بينظر للبلاء لانه عقوبه. عمر البلاء ما كان عقوبه. ايا كان. واللي عايز يقول البلاء عقوبه يبقى هو اللي بيعمله عقوبه. لما ما يرضاش بيه، لما ما يصبرش عليه، لما ما يتعاملش معاه. لكن تعالي نشوف حضرتك النهارده لما نتكلم في الجزء الاخر اللي حضرتك تفضلت بيه فعل الخير. تمام. النهارده الجائحه خلت ناس كتير للاسف قاعده في بيوتها. خلى الاقتصاد بشكل كبير عند كثير من الاسر اللي كانت يعني مستوره. صحيح. اصبحت للاسف في وضع سيء جدا جدا جدا. خلى الجمعيات تتحرك زي جمعيات البر والتقوى على محاور 3 في مثلث يكاد يكون متساوي الاضلاع، بيحفظ كما الدوله عملت كده مبادره حياه كريمه بتعمل للناس مأوى. صحيح. اللي كانت ممكن الناس ما تلتفتش اليهم وهم ناس هم موجودين وخلاص، لا، بدات تدور على الناس دي وتعمل لهم سقف. بدات تدور لهم على المطعم. تودي شنط رمضان، واعرف ناس من قبل حتى رمضان ما يبتدي. صحيح. بدات توزع شنط. واتمنى ان الموضوع ده هو الكراتين والشنط الحاجات دي ما تبقى بس في رمضان. هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا في حديث في اول خطبه خطبها لما وصل المدينه المنوره، لما كانت حتى اسمها يثرب لسه ما سماهاش المدينه المنوره. وصى الناس بثلاث حاجات. قال لهم افشوا السلام. واطعموا الطعام. وصلوا بالليل والناس نيام. يعني يبقى اطعام الطعام بيجي في مصف افشاء السلام. وفي مصف قيام الليل. والناس نايمه. تخيل حضرتك. فاحنا محتاجين نشيع ده، افضل الصدقات وافضل الاعمال لقمة في بطن جائحة. جميل. طيب كمان الكفارة فضلت الشيخ، يعني ربنا سبحانه وتعالى دايما يقدم في بعض الكفارات يعني طعام قبل الصيام. قبل الصيام. صح. والناس تتخيل انه الصيام يعني ده مشقة وهيبقى اصعب واحسن، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يقول لا، ده ثواب انك تأكل حد افضل بكتير من صيامك. صح. فحضرتك اشرح لي دي ازاي، يعني احنا كل طول العمر متخيلين العكس. شايفين الصيام وبتاع. مرة من المرات بالمناسبة دي حضرتك احد الامراء اعتقد في الدولة العباسية. وانت عارف الامراء بيبقوا اثرياء جدا يعني في الدول دي، وما تفرش عندهم النفقات. فحلف على امرأته يمين ظهار. فالشيخ عشان يأدبه قال له تصوم شهرين متتابعين. فالعلماء الموجودين أجمعوا على خطأه. وقالوا له ازاي تقول له صوم شهرين متتابعين وربنا سبحانه وتعالى مرتب الكفارات. انه جعل الاطعام قبل الصيام. قال لهم ما هو الاطعام بالنسبه له ايه، يعني ما يطعم 60 مسكين؟ ما مش فارقه. ده يطعم 60,000 ومش فارقه معاه، انا عايز اعذبه. قال له مين اللي قال لك ان ربنا عايز يعذبنا؟
ربنا مش عايز يعذبنا بالصيام. ربنا عايزنا يحسن بعضنا الى بعض. الله. ربنا عايز ننفع بعضه، ينفع بعضنا بعضا. فاطعام الطعام بيجي قبل الصيام. الصيام فيه تزكيه للنفس. صحيح. نفسي انا. طب الاطعام حضرتك فيه الاثنين، فيه تزكيه لنفسي وفيه نفع وانقاذ لغيري. فاصبح عندي الخير مضاعف. جميل. الصيام مره تانية، الصيام، الصلاه، الحج، دي كلها تزكيه لنفسي. جميل. لكن الاطعام والصدقه بالاضافه انها تزكيه لنفسي، ربنا قال كده، قال خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. لكن فيها كمان بالاضافه لده نفع للغير. جميل. وهي احياء. طيب هنا انا شايفه مشاهد لتسقيف البيوت وتزيينها واضافه بقى الالوان، وفكره انه انا يعني سيده عائشه لما كانت يعني تحط الطيب في الـ في الـ في الـ الصدقه بتاعتها، صدقه يعني ما اعرفش العمله كان اسمها ايه، يعني زي القرش كده، الدرهم والدنانير، الدرهم والدنانير، وتحط لها مسك وبتاع. فهنا فكره ان انا اعمل الحاجه بشكل يعني يعجب الناس، ومش بس انه مأوى وخلاص. ده قيمته ايه يا فضيله الشيخ؟ اولا خلينا نقول المأوى في حد ذاتها ده شيء اساسي. كل انسان له الحق في ان يعيش كريما. وده اعتقد ان الدوله شغال عليه. دي مبادره حياه كريمه. وجمعيه البر والتقوى والحياه شغال عليه كويس قوي. بتحقق هذا. المأوى مهمه جدا. الاطعام مهم جدا. السقيا مهمه جدا. الشراب. كوني اعمل الحاجه بقى باتقان ده مهم قوي. هي مش مساله انه عشان مش عشان هو فقير اعمل له اي حاجه وخلاص. ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. يتقنه هنا يدخل فيها التجميل، يدخل فيها التزيين بدون اسراف او تهميش. انا شايفه سيراميك شكله حلو. اسقف. ما هو ما دام هنعمل بقى يعني. خلينا نقولها كده. ما دام يتعمل خير يتعمل شكله. سمعت ان هم بيسالوا الناس انتوا عايزين الوان ايه، فده اختيارات الناس يعني. هم حابين يلونوا بيوتهم بالموف والاخضر وكده. الحقيقه حاجات تكلفتها بسيطه قوي. يعني مش هتحمل حاجه الجمعيه ولا هتحمل المتصدقين حاجه. لكن في نفس الوقت بتخلي البهجه على الناس. صحيح. فمن حقهم، مش عشان انا رايح اديله صدقتي ولا اديله زكاتي يبقى افرض عليه حاجه. لا، هو يختار اللي هو عاوزه. بحيث يبقى قاعد في بيته برضه مبسوط وحاسس ان الدنيا كويس. انا شايف مروحه كمان اهي. بقى الضروره دلوقتي حقيقي. صحيح. بقى الضروره صحيح. ربنا يتقبل يا رب. شيء جميل ان الانسان يبقى له مكان يؤويه. وان الانسان يبقى عنده لقمه. افضل الاعمال يعني. افضل الاعمال الخير ادخال السرور على قلب المؤمن. مفيش كلام يا فندم. مفيش كلام ان افضل الاعمال على الاطلاق ادخال السرور على قلب المسلم. فلما تتخيل حضرتك حد قاعد بدون بيت، او قاعد بدون سقف، او قاعد في عشه غير ادميه، فيفاجئ بانه اصبح لديه بيت مثل هذا وشكله جميل يكفيه. ده ربنا من علينا بهذا على فكرة. ربنا من علينا بأنه هو أوانا. 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 ودايما دايما بنقول إحنا حتى لما بنفتكر دعاء الطعام والشراب، من الحمد الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. فكم لا كافي له ولا مؤوي. فكونك تمد إيدك بالخير بقى ونؤوي هؤلاء الناس اللي هم ليس لهم مأوى وليس عندهم مكان، وكمان نشاركهم في اختيار في الاختيارات، انك هنعمل لك ده بالشكل الفلاني، طب اعمله بالشكل العلاني ومش مكلف. صحيح. لكن في شيء جمال وفي شيء جميل يطلع عليه السرور. ده شيء الحقيقه نوع من انواع النفقه الرائعه جدا، اللي تبقى كمان مش بس صدقه قدمتها وخلاص. انما ده هتبقى. وكل الانسان اللي قاعد في هذا البيت صغير او كبير، عاجز او قادر، هيبقى قاعد فيه بالتأكيد هيذكر هذا العمل لأهله. مش بس حاجة تصدق، ودي الميزة في الموضوع. مش بس الإنسان اللي تقدم وتصدق للجمعية، إنما كمان العاملين الداعين لهذا. لأن احنا عندنا حديث صحيح، من دل على هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. دل على هدى؟ طبعا. بمعنى إيه هدى بقى؟ الهدى كل عمل خير، كل حاجة طبعا. حضرتك في البرنامج بتدعي الناس للصدق، بتدعي الناس للأمانة، بتدعي الناس للتصدق، بتدعي الناس لعمل الخير. ففي حد استجاب، الراجل ده ولا الست دي اللي استجابوا دول لما يعملوا هذا العمل خدوا أجرهم، وحضرتك خدت زيهم من غير ما ينقص منهم حاجة. فلكم أن تتخيلوا بقى لما نقدم صدقتنا ونقول يا اخواننا قدموا انتوا كمان صدقتكم، وحد يطلع كده على الهوى ولا يطلع في خطبه جمعه يقول والله انا هو اول حد بتبرع، فيقوم الناس يقتدوا بيه فياخدوا اجر. فده رائع جدا. العاملون على العمل، مش بس المتصدق، ده العامل عليه كمان اذا اخلص نيته لله سبحانه وتعالى. شوف الايه بتقول لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه
أو معروف أو إصلاح بين الناس. ده الخير أهو. يعني إيه نجواهم يا فندم؟ نجواهم كلامهم وحديثهم وسرهم وإعلانهم. لا خير في كثير من إلا من أمر بصدقة، إلا من أمر أو معروف أو إصلاح بين الناس. زي الحوار اللي بيننا كده، الحمد لله ربنا يا رب يجعل دايما حوارنا في الخير. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله بقى فسوف نؤتيه أجر عظيم. يبقى إن احنا نتكلم في الخير كده وبالأمر معروف ده خير. لما أعمله بنية، ويا رب يرزقنا الإخلاص لما نعمله بنية إنه لله، ودي رسالة بوجهها لكل حد يعني تبرع وتطوع انه يكون بعمل خير. خلي دايما دايما نيتك الله، خليها دايما استحضرها. طيب. ولما تخاف من الرياء قول اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلمه. ده دعاء علمه لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال كده. طيب. قال ان الشرك الخفي اخفى من دبيب النمل فاتقوه. فقالوا نتقيه ازاي وهو اخفى من دبيب النمل؟ قال قولوا اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلمه. الله. طيب صدقه السر وصدقه العلن. الله. احيانا بعض الناس يعني تهاجم صدقه العلن. ايوه. وكأنهم شق يعني اشققت عما في قلبي، يعني كأنهم انت ايه الرياء؟ وربنا ذكر دي وذكر دي. حسمت المسألة بالقرآن الكريم. تمام. قال إن تبدوا الصدقات، صدقة العلن اهي، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، أهلا بها وسهلا. ما دام تضمنوا نفسكم وتضمنوا قلبكم إن ما فيش رياء وما فيش الكلام ده. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، لأنه أبعد عن الرياء. وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله. يعني لو انت حدك واقفة جنبي وطلعت صدقة لحد انا ما اخدش بالي، شفت الاخفاء لحد فين. طيب امتى يبقى الاعلان احسن؟ في حالتين يا فندم. ايوه. الحالة الاولى يبقى في قدوة، تيجي في حلقة على هوا كده تقول والله في حالة يا اخوانا مين اللي هيتبرع؟ فيقوم حد ربنا يكرم كاميرا مان ولا بتقول لك انا اتبرعت يا استاذه ب 100 جنيه. فيقوم الناس يستحثوا. صحيح. فده نوع من الاعلان عشان يبقى في قدوة. امام الجامع يقول يا اخوانا عايزين نوسع مش عارف ايه ونعمل مستشفى ايه ونعمل طريق ايه. فحد يقول انا هدفع كذا فيقوم التاني يغير. فده نوع احسنتي. فده النوع الاولاني. التاني عشان نحقق المصداقية. يعني ايه المصداقية؟ ايوه. جمعية زي البر والتقوى بتعمل اعلانات تقول ادونا تصدقات وتبرعات وزكاة وهنقبلها وهنعمل 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 وهنعمل. ايه اللي يخلي الناس تثق وتصدق؟ لما تشوف بعينيها. فيبقوا احيانا مضطرين، مش بس من الافضل ده، مضطرين ان هم يعملوا ده ويظهروا للعلن علشان الناس تبقى عندها مصداقيه. صحيح. والناس تصدق، وعشان اللي بيدفع فلوسه يبقى عارف ان هي رايحه لمستحقيها. مزبوط. وعارف انه مظبوط مطمن. طيب انا عايزه حضرتك برضو تكلمني عن فضل سقيا المياه. الله. احنا لو اتكلمنا عن سقيا الماء ده احنا يكفينا حضرتك قصه المراه اللي سقت الكلب. اعزك الله واعز مشاهدينا، امراه في بني اسرائيل مش من امتنا ولا حاجه، من قبلنا كمان، لان عمل الخير والقيم الانسانيه دي ما هياش خاصه بينا احنا كامه الاسلام. دي قيم انسانيه من اول سيدنا ادم بنتعلمها، والدين مش بينه يعني كل الرسالات بينها قاسم مشترك العقيده والاخلاق. فمن الاخلاق العظيمه جدا خلق الرحمه، خلق الرأفه. فامراه مجرمه عامله جريمه زنا والعياذ بالله، وراجعه من هذه الجريمه، لكن عندها رحمه في قلبها. ما مش كل حد فيه شر، بس صحيح. فينا شر وفينا خير. فالخير تحرك لما نزلت البير شربت، طلعت لقت كلب نفسه يشرب بس مش عارف. فتقوم تقلع الخف بتاعها وتنزل وتملى الخف. طب عايزه تطلع من البير تعمل ايه؟ تقوم تمسكه ببقها. تخيلي حضرتك عشان تطلع تتسلق بايديها ورجليها عشان تسقي الكلب، يوم ربنا يشكر لها ويغفر لها. طب اذا كانت دي سقيا كلب، ما بالك بسقيا انسان. وانت لما بتعملي بير، اعني الجمعيه مثلا، جمعيه البر والتقوى، بتعمل بير، هي مش بتسقي انسان. ده البير ده حضرتك بيخدم اسره. صحيح. جايز بيخدم عشيره موجوده او قبيله. جايز بيخدم عزبه من العزب فيها 500 600 شخص. فده يسوي ايه بقى عند ربنا سبحانه وتعالى؟ لا شك ان ده من ابرك الاعمال واعظمها. واذا كان الله تعالى شكر لامراه سقت كلبا فانه لمن سقى الانسان سيكون اشكر واكثر شكرا له، لانه انسان، والانسان اعز على الله من كل احد. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور سالم عبد الجليل وكيل وزاره الاوقاف الاسبق، منورني يا دكتور دايما. بشكركم مشاهدينا، نشوفكم على خير في الحلقه القادمه باذن الله.